يسأل عن أدلة تكفير تارك الصلاة. من أدلة الذين قالوا بكفر تارك الصلاة وقولهم مرجوح حديث العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، حديث بين العبد والشرك الكفر ترك الصلاة، وحديث وقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وفي الآية الأخرى في إخوانكم في الدين المفهوم المخالف إذا لم يفعلوا فليسوا بإخوان لنا في الدين، والآية الكريمة ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، واستدلوا بأدلة أخرى في الباب. أما الذين قالوا بعدم الكفر فوجهوا ذلك بأنه كفر دون كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن وسجودهن فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه إن شاء عفى عنه. قالوا فما دام دخل تحت المشيئة فقد خرج من دائرة الشرك، وبالله التوفيق. واستدلوا بحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، خرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه من الخير ما يزن ذرة، الله أعلم. وثمة استدلالات طويلة للفريقين، يمكنك أن تدخل على موقعنا إن شاء الله تجد أدلة الفريقين، بارك الله فيك. عند قول الله تعالى في الدرس السابق ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين.